في الرياضة، حل مساء أمس وفد والمنتخب الوطني لكرة القدم بليبيريا تحسبا لمواجهة المنتخب الليبيري غدا بملعب سامويل كانيو دو بالعاصمة مونروفيا، بداية من الساعة 5 مساء لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، حيث يسعى أشبال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش لتأكيد الفوز المحقق في المباراة الأولى أمام غينيا الاستوائية يوم الخميس الماضي.